محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة كل من جمال محمد حسني وعلاء محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمهم برد مبلغ 21,197,810.53 جنيها، وتغرمهم متضامنين 125,779,237.53 جنيها، لما أسند إليهم وأجزمهم بالمصروفات الجنائية. ثانيا، بعدم جواز نظر الدعوة بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحي الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد لسبق صدور الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبلهم من النيابة العامة. ثالثا، إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعوى المدنية وإلزامه مصروفات الترك. رابعا، إحالة الادعاء المدني المقام من المقاولين من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلا عن وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الكرسي.